تكلم بس هلا وسهلا ما بركتوله برد الشطر يا يبارك فيك يا حبيبي انت اللي لبسني اياها امس هذا شيء شرف هذا وسام له ويستاهل الله يسعدك يا حبيبي حق البطولات ما حد يحققها الله يسعدك يا اهل ومرحبا يا اهلا بالشباب يا اهلا ايش تبي طبعا حياكم الله اليوم بحلقه ودي اقول انها جديده بس انها ختاميه جديده وختاميه الفترة جميلة قضيتها من أجمل فترات حياتي وهي بالنسبة لي أثقل حتى من الأوسمة والتعب اللي تعبت فيه ماضي هذه تعتبر تتويج أكبر لأبو عناد مسيرته مع هذه النخبة الكبيرة من الشباب والنجوم أنا صراحة أفتخر فيكم واحد واحد وأنتم شرف يضاف لأبو عناد على أوسمته اللي على صدره أنتم وسام وأثقل من الأوسمة اللي موجودة كذلك لأني أنا شريت رجال وشفت الرجال ما شاء الله عليهم غلطت عليهم بمعنى أني زودت بالكلام ثقلت عليهم في البرنامج ثقلت عليهم في الطبخ وأنا أعتذر للجميع أي أحد الله يسعدكم أي أحد أني جيت عليه في يوم درجات أنا متأكد أني ما غلطت في درجات لكن شخصا أنا أعتذر وإذا أحد له في خاطرة شيء أنا آسف واعتذر اعتذار كامل أنا زعلان عليك يا الله أنا زعلان عليك لازم يخربها لازم تخرب والله مو زعلانين عليه ذاك اليوم يا أبو سعيد أنا ما ما يرضينا ما يرضينا إلا بشيء واحد يسوي لنا طبخة غداء وداعية وهذا اللي ترضينا شوف أنا موافق بس تشاركوني مو حالي أنا معك معك حاضر تم حاضر خلاص هذا شيء يرضينا يعني اليوم ما في تحدي اليوم اللي تبي أنت أنت إيش تبي أنت ما أنا بين نتحداك أنت تعديت مرحلة التحدي أنت تعديت مرحلة الكلام تعديت مراحل بعيدة كلام اليوم ها أنت تجيبها واضحة لي عرف أنت قبل شيء تستاذن منا يا أبو عناد تقول إذا جاء في خطركم ما جاء في خاطرنا شيء الله يسامحنا أنت الله يسعدكم والله ما شفت منكم إلا كل خير كسبناه وتحملنا مثل